من بيروت تنضم إلينا مراسلة الحرة سحر أرناؤوط. سحر أهلا بك. سحر، ضعينا في تطورات ما جرى من قصف الطيران السوري ومدى ارتباطه بما قام به الجيش اللبناني من مداهمة لمخيمات للاجئين. يعني غارات الطيران الحربي السوري على هذه المنطقة ليست بالجديدة، هذه الغارات كانت تنفذ من وقت لآخر، خصوصا عندما يتم رصد تجمعات لمجموعات مسلحة إن من تنظيم داعش أو من تنظيم النصرة. اليوم هذا الطيران السوري استهدف مستودع للذخيرة بعدما تم رصد ربما تحركات لجبهة النصرة ومسلحي جبهة النصرة في تلك المنطقة. المستودع كان للذخيرة وحسب المعلومات تم قصف هذا المستودع. الجيش اللبناني على المقلب اللبناني من الحدود اللبنانية السورية أيضا يعني دائما هو في جهوزية تامة لأي تحركات أو معلومات قد تصله من وقت إلى آخر عن تحركات للمسلحين في جرود بلدة عرسال وخاصة في محيط المخيمات السورية، مخيمات اللاجئين السوريين، لا سيما بعد العملية التي نفذها في 30 من الشهر الماضي كما ذكرت. هذه التحركات أو هذه العمليات العسكرية طبعا كانت تؤشر، أو حتى عملية المداهمة كانت تؤشر إلى حسم أو معركة الحسم في تلك المنطقة لإنهاء وجود التنظيمين على حد سواء، تنظيم داعش وتنظيم النصرة. وكانت هناك معلومات تفيد بأن الوسطات التي أدخلت على خط التسوية كانت تشير إلى ربما مفاوضات لخروج هؤلاء المسلحين إلى مناطق خارج منطقة القلمون، غير أن هذه المفاوضات فشلت ولم يتم سحب المسلحين من كلي التنظيمين، ويبدو أن هناك يعني حسم عسكري إذا لم تصل المفاوضات بين وسطاء وبين جبهة النصرة وتنظيم داعش من جهة ثانية إلى تجنب تلك المنطقة معركة عسكرية. في الوقت الحاضر الجبهة، جبهة عرسال، هي في حالة ترقب من قبل الجيش اللبناني وطبعا من قبل تنظيم آخر هو حزب الله الذي ينفذ بين حين وآخر عمليات عسكرية خاطفة تستهدف بعض مجموعات هذه التنظيمات ولا سيما القادة منها. بكل الأحوال يعني العين ترصد، عين المراقبين طبعا ترصد ما سيجري في الأيام المقبلة ربما على تلك الجبهة. على المستوى السياسي اليوم حسم رئيس الحكومة سعد الحريري يعني قرار الحكومة اللبنانية، القرار السياسي بأن للجيش اللبناني وقيادة هذا الجيش مطلق الصلاحية بحماية أمن لبنان، خصوصا بعد ورود معلومات عن احتمال وجود انتحاريين أو وجود عمليات إرهابية تحضر ليتم تنفيذها في الداخل، داخل الأراضي اللبنانية. لم يحدد أين هذه الأهداف. شكرا لك سحر أرناؤوط مراسلة الحرة من بيروت.